بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: نقوم ببعض الأعمال، أعمال الصيانة والإصلاح لدائرة حكومية دون أن نتقاضى منهم مالا على أن يقوموا بتسهيل بعض أمور المراجعات، فنحن لا ندفع لهم مالا ولا نخسر المال في صيانة أجهزتهم، هل يعتبر ذلك رشوة؟ نعم، هذا من الرشوة. إذا عملت عملا للموظف أو قدمت له هدية فإن هذا هو الرشوة، لأنك تريد أن الموظف يساعدك وينجز معاملة ما أشبه ذلك.